اسمح لي اسمح لي اتوجه انا لا اعلم ان كنت تسمعني ام لا، ولكن انا اسمح لي اتوجه للسيد غسان هذه المره ايضا، لانه كنت اتوجه له بسؤالي. سيد غسان، هل انت معي؟ اذا كنت معي نعم، كنت اسالك عن مدى وسقف التهديدات الاسرائيليه الوارده حتى الان، حتى هذه اللحظه بعد الاجتماع الذي تم، خصوصا وانه هذه التهديدات تشير الى عمق الدوله اللبنانيه او الى بيروت. طبعا نوايا لبنان، نوايا اسرائيل نحو لبنان معروفه من بدايه هذه الحرب ومن بدايه العدوان على غزه، ولكن ان تترجم الى هذه الصيغه من التهديدات وهذه الصيغه من الهجمات، بما تفسرها وتوقيتها وايضا السيناريوهات المحتمله؟ خلينا نقول انه كل الاطراف المشاركه بهذه الحرب بوضع حرج، واسرائيل من ضمنهم، لانه لو كانت تعلم اسرائيل انها قادره تحقق انتصارات نوعيه بلبنان لما كانت تاخرت كل هذه الفتره الزمنيه عن توجيه الضربه الى لبنان. ولكن اسرائيل اليوم عندها حساباتها كمان العسكريه، اللي عم بتشوف انه في بعض موازين القوى تبدلت منذ العام 2006 وما قبل، فكمان هي بدها تحسب حسابها لأي ضربة شو ممكن يكون الرد المقابل عليها، شو حجم الأذية والضرر اللي ممكن يلحق فيها. كرمال هيك يمكن اليوم إسرائيل صارت محرجة بأنه مضطرة بين مزدوجين، مضطرة أن توجه ضربة إلى لبنان، ولكن بعدها لحد هلأ اللي هو ظاهر أنه هو ضمن قواعد اللعبة متفق عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو ضمن الضوابط اللي بتضعها السياسة الأمريكية والسياسة الدولية. لأنه مبارح كلنا عم نفكر أنه هل نتنياهو راجع بدعم كتير كبير بخليه أنه يعمل ضربة مباشرة على لبنان، ولكن تبين أنه حتى نتنياهو مضطر أنه يكون حذر بهذه الخطوة، لأنه ارتداداتها رح تكون كتير كبيرة على لبنان، على إسرائيل، على المنطقة، على المنطقة بمجملة. كرمال هيك أنا بعتقد أنه الضربة يمكن أن تكون محدودة في الزمان والمكان مثل ما كنا عم نتوقع قبل.